لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. تمثيل ليه مش داخل فيه؟ أنا داخل تمثيل الرأي بس. يعني في حاجة في بس بقول لك أهو. ولا دراما ولا إيه؟ لا لا تمثيل. سينما ولا دراما؟ هتخش هي سينما إن شاء الله. طيب عايزين نعرف تفاصيل الأغاني الجديدة اللي بتحضر لها يا شيبة كمان. والله أنا عامل لسه في أغنية نازلة إيه؟ اسمها القلب جاله هبوط بعد أنا مش فاضلكم اللي خدت عليها الجايزة. أه طبعا. وفي كلها عارفه تمام بعضيها, وفي انا نازل يا ابن سوكو, وفي حاجه جميله جدا بعد دول على طول يعني كمان اسبوعين كده في حاجه جدا نازله. طب مين اللي قلت لهم انا مش فاضلكم؟ مين اللي بتقول لهم انا مش فاضلكم؟ لا انا فاضل اي حد. الله عليك. المعجبين كتير جدا, لكن في معجب كده دايما بيطلع معاك ويرخم ابنك دايما في الفيديوهات, محمود عايز يتصور معاك, بيحب كده يعمل السوشيال ميديا دايما انت متواجد برده. يوسف معايا وعمر معايا عيالي معايا اهو. حلو ما شاء الله. على يوسف. على يوسف. خش يا يوسف. شكله عمر ده. ايوه انا لسه بقول له ده مخرج وده مطرب. ربنا يخليك. طيب المطرب يبقى نسمع صوته. ابوك ده هو بص يعني انا مخرج هو المطرب. انت بص بقى مين يلا هتغني لنا ايه يلا. انا مش غني يلا قول هتضجل هتشوفوا مين هتغني غريب جديد بتوصفكم عابلكم. انا متشكر جدا على الاهتمام ده والحمد لله رب العالمين. ودايما ناجح والله.